منذ 14 عاما لم تدخل هذه المنطقة في ديالى أي قوة أمنية. بساتين الوقف شمال شرقي بعقوبة، حيث تقع أكثر من 10 قرى وأراض زراعية خصبة. يو تي في أول قناة تلفزيونية رافقت قوات الرد السريع في اجتياحها المنطقة المعقدة بعد مجزرة ارتكبها إرهابيو داعش ضد رجال من بني تميم قبل نحو أسبوعين. الاجتياح أسفر عن تدمير أكثر من 25 مضافة للإرهابيين وتأمين ما يزيد عن 100 كيلومتر مربع. العملية تسير وفق الخطة المرسومة لها. الغاية من العملية هي تجفيف منابع وحواضن الإرهاب في هذه المنطقة. طبيعة المنطقة تساعد على إيواء التنظيم بوجود مناطق مجزرة، بساتين، قصب بردي، بالإضافة إلى البزول اللي ما تتمكن مسبقاً القطعات الأمنية إلا بجهد هندسي كبير واسع لتطهيرها. عمل استخباري عالي المستوى بدأ في بساتين الوقف ومحيطها، ومسح ميداني بطائرات الدرون المسيرة مع تقدم بطيء للقوات البرية، شمل فتح طرق في قرى أبو قرمة وأبو خنازير والمخيسة. إلى جانب العمل العسكري، نظف الجهد الهندسي نهر خريسان الذي يخترق بساتين الوقف بموازاة نهر ديالى عبر آليات تعمل بحماية من طيران الجيش. والهدف إعادة ضبط الحصص المائية بعدالة، وهو أمر لم يحدث منذ 2009. الفرصة الذهبية هي لغرض تنظيم مجاري الأنهر باتجاه القرى المجاورة باتجاه الأراضي الزراعية لغرض تقنين الحصة المائية باتجاه قضاء بعقوبة. طبيعة بساتين الوقف المتشابكة، حيث تكثر أشجار النخيل والرمان وفواكه أخرى، استغلها الدواعش في تأمين مخابئهم وانتشارهم بأعداد لا تتجاوز 7 إرهابيين في كل 3 كيلومترات مربعة، إذ كانوا يستهدفون منها القوات الأمنية والأهالي الذين غادر معظمهم إلى مركز بعقوبة ومناطق أخرى. لكن هذه الاعتداءات انحسرت بشكل كبير بعد عملية الرد السريع، المرجح أن تستمر إلى ما بعد عيد الفطر. حيدر البدري، يو تي في.